بعد حالة الجدل التي أعقبت القرارات الأخيرة التي اتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بشأن فصل مجموعة من قيادات الحزب لخروجهم عن اللائحة وبهدف لم شمل جميع الوفديين وتجميعهم تحت راية الحزب، جاء هذا الاجتماع الموسع للهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية نوابا وشيوخا ورؤساء اللجان النوعية. أن الجميع بالإجماع وافق على هذه القرارات وعلى تفويض رئيس الحزب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب، وأن ما حدث كان مؤامرة بكل معايير المؤامرة لأخوانة الحزب وللسيرة عليه. بالنسبة لنواب رئيس الحزب تم الترشح على المنصبين 4 ونجح الأستاذ محمد مدينة والأستاذ عادل بكار كنواب لرئيس الحزب، أما المنصب الآخر في السكرتارية المساعدة فهذا المنصب لم يتقدم إليه أحد، فنجح الأستاذ طارق عبد العزيز المحامي والنائب في مجلس الشيوخ بالتسكير. ورسالة إلى المصريين جميعا، اطمئنوا، حزب الوفد حزب قوي، حزب الوفد يمثل جزء رئيسي من النظام السياسي المصري، حزب الوفد بيلعب بقوة وبأقدام راسخة وثابتة على المسرح السياسي. كان هذا الاجتماع استفتاء واضح على سياسة الحزب، سياسة الحزب التي أعلنتها في برنامج انتخابي لرئاسة الحزب في شهر 3/2018، وانتخبني الوفديون على أساسها في أن حزب الوفد بسياساته سيكون داعما للمشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. جميع الحضور طلبت منهم الوقوف إذا كانوا يؤيدوا، الجميع وقف والجميع أيد تلك السياسة. استقرار حزب الوفد هو أحد أهداف طبعا النظام، ويمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده دعا الحزب الوفد وجمع، ويمكن كان له دور كبير في ترسيخ مبادئ الممارسة السياسية والتعددية الحزبية. ده يمكن ده من 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 أولويات أو أجندة رئيس دولة. أيضا يمكن ده تفعيل لدور المادة 5 من الدستور، وهي أن تقوم على النظام على التعددية الحزبية. ده حزب الوفد زي ما قلنا النهاردة أن هو ليس ملك الوفديين، بل هو ملك للمصريين، هو أحد تاريخ هذه الأمة، هو داعم للدولة الوطنية المصرية الحديثة من خلال أمور كثيرة جدا جدا، ندعم الدولة في كافة مشروعاتها والتنمية اللي موجودة. كان في روح التلاحم، كانوا الجميع متفقين على أن الحزب سوف يستمر في مسيرته بشكل جيد، داعما للدولة المصرية وداعما للحياة السياسية المصرية وداعما للقيادة السياسية المصرية. واليوم طرح الترشح لأعضاء المكتب التنفيذي وترشحت، والحمد لله حزت على ثقة زملائي المحترمين في شغل عضو مكتب تنفيذي ومساعد أول رئيس الحزب. اجتماع شامل، نقدر نقول إنها جمعية عمومية مصغرة للوفد، لأن هذا الاجتماع شمل اجتماع الهيئة العليا واجتماع الهيئة البرلمانية بغرفتيه في النواب والشيوخ، وأيضا شيوخ عدد من شيوخ الوفد ورؤساء اللجان في المحافظات وسكرتيري عام اللجان في المحافظات ورؤساء لجان المرأة ورؤساء لجان الشباب ورؤساء اللجان النوعية. الهيئة العليا بالإجماع صمنت هذه القرارات، وافقت عليها وقررتها. كان في بعد التطهير كان في موقعين شاغرين لنواب رئيس الحزب، تم عرض الأسامي اللي تملأ هذا الفراغ.
البعض طلب ان تجرى انتخابات، وبالفعل تم الانتخابات. نلت شرف اصدقائي اعضاء الهيئه العليا بنسبه كبيره، حصلت على 23 صوت من اصل 35 صوت. كما بحث الاجتماع خطة عمل حزب الوفد خلال الفترة القادمة وكيفية مواجهة أي محاولات من شأنها الخروج عن النص واللائحة، وأكد الحضور على أهمية التصدي لأي مخططات أو مؤامرات من شأنها النيل من حزب الوفد الذي سيظل وكافة أعضائه داعمين للوطن وللديمقراطية وللشعب المصري العظيم. عاصم الشندويلي لبرنامج على مسؤوليتي.